لكن انا اللي وجعني قوي قوي الحقيقه حادثه في قريه بيشه قايد في مركز زقازيق بالشرقيه. الحكايه دي تقتل اي واحد عنده ذره انسانيه. فقط الحكايه ببساطه ان اتنين اخوات ايوه اخوات، دي لازم تتكرر بتاع 15 مره، اخوات قتل احدهما الاخر. ليه؟ حسب شهود عيان زي ما مكتوب في الخبر، وارجو ان اهلنا اللي بيتفرجوا علينا من هذه القريه ياكدوا اذا كانت هذه الروايه صحيحه ولا لا، لانها لو صحيحه تبقى مؤلمه قوي. يبقى احنا قربنا من قعر الزباله اللي قال عليه مرسي الله يرحمه، واحد من اهل الخير اللي بيضحوا، مصر كلها ما بقتش تضحي، الاغنياء بس اللي بيضحوا، فبعت شويه لحمه لواحد من الاخين، فالاتنين اخوات مسكوا في بعض، اللحمه دي جايه لنا، وصلت انهم قتلوا بعض عشان شويه لحمه. بالتاكيد مش هيزيد عن كيلو، انتوا عارفين اللي بيضحي بيبعت لكل بيت لو هو يعني كيلو، ما كانش نص. فاتنين اخوات في مصر المحروسه قتلوا بعض عشان كيلو لحمه. تفتكروا ليه؟ تفتكروا يوصل ما بينهم كده ليه؟ لان هو ده اليوم اللي بياكل فيه اللحمه، ده اليوم اللي بياكل فيه عياله اللحمه. فنسي اخوه الاخ اللي ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى حب يحط لك اقرب واحد ليك، بدا بالاخ، يوم يفر المرء من اخيه، ده اقرب واحد ليك، وبعدين صاحبتي وبنيه. نسي التربيه اللي تربوها مع بعض في بيت واحد، نسي الاب والام المشتركين فيها، وقتلوا عشان كيلو لحم. شفتوا بقى مصر رايحه بينا فين؟ اوعى تجيب حادثه تقول بتحصل في اي حته. لا 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 لا، في حوادث قتل بتحصل في كل حته في العالم، دي لازم تقف لو كان في دوله تحلل وتشوف احنا رايحين فين. ربنا يسترها على الباقي.